أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل مع هذا السن، سن الإذاع سن الإمتاع. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع لشوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. الشوط التاسع شوط خاص بالإذاعة البكارة، المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا التحدي وفي هذا الاندفاع المثير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة وأرهنية لقادة المجموعة، اللي قادت المجموعة الظفرة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، من يعلن انطلاق الظفرة، اللي قادت المجموعة منذ البداية تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التقدم والتسلل لحفلة راشد بن حمد بن ملهوف الاكتبي، من يتابع انطلاقة حفلة مع المركز الثاني، المركز الثالث أرى التسلل، أرى الانطلاق القادم، أرى التحدي القادم في هذا الاندفاع المثير، أرى القدوم من عروبة لمبارك بن دقاش بن محمد العامري يعلن انطلاق عروبة مع المركز الثالث. ورابعا من الجانب الآخر جميلة عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي نتابع المركز الخامس، وأرى التقدم، أرى التسلل أيضا من مزون لسعيد بن محمد بن ذويب العامري متابعا لانطلاقة مزون مع المركز الخامس. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس بأرى التسلل في هذه اللحظات من استغاثة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، يتابع هذا القدوم وهذا الانطلاق ايضا مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الكاسبيه لعبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي مع المركز السابع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام ونتابع المركز الثامن، وأرى اللي وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثامن سياسة لسعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري، من يتابع هذا التقدم للسياسة مع المركز الثامن. وتاسع التحديات المركز التاسع بهذا الانطلاق المثير وبهذا الاندفاع الرائع، التقدم القدوم من سكون لمحمد بن يمعه بن عبيد الشامسي، ومن الجانب الآخر مع المركز العاشر، مع المركز العاشر نتابع أيضا انطلاقة مثيرة تحديات في هذا الشوط وشيمة مع المركز العاشر. محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي يعلن انطلاقة شيمة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط والعشر الأسامي المذاعة بهذا الاندفاع الجميل. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع الكوكب الثلاثية، مع الصراع الثلاثي على مقدمة هذا الشوط. وأرى هناك أيضا من على بعد اللي قادت المجموعة نتابع عروبة لمبارك بن دقاش بن محمد العامري، يتابع انطلاقة عروبة، من قادت المجموعة، من انطلقت بناموس هذا الشوط تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني مزون لسعيد بن محمد بن ذويب العامري، يتابع انطلاقة مزون، ومع المركز الثالث الظفرة محمد بن زايد بن خلوان المنصوري يعلن انطلاق الظفرة مع المركز الثالث، الكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوط. ومع المركز الرابع نتابع أيضا التقدم الجميلة، عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي يتابع انطلاق جميلة بهذا الأداء المثير وبهذا العرض المتميز مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الخامس وصلت بهذا التقدم، بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع المثير مع المركز الخامس. نتابع ايضا هني ظنون لمنصور بن محمد
بن سهير الحميري يتابع انطلاق الظنون مع المركز الخامس والسادس نتقدم للشاهينية جابر بن حمد بن عويضة الخيلي من يتابع هذا التقدم وهذا الانطلاق للشاهينية ومع المركز السابع سياس السعيد بن سهيم بالأسود العامري ومن الجانب الآخر القدوم والانطلاق أيضا لشيمن محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي يتقدم على مستوى المركز الثامن تاسع التحديات من الجانب الآخر جماهير أحمد بن عبد الله بن عبيد بن سويدان العامري والقدوم مع المركز العاشر نتابع الشكلة لحمود بن جمعان بن عبد الهادي الهاجري يتقدم أيضا مع المركز العاشر هذه النتيجة أكملنا الندان الثاني للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة ما شاء الله تبارك الله الكوكبة ثنائية على المقدمة ولكن التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة نتابع الظفرة قادة المجموعة القادمة من الظفرة بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من يعلن انطلاق الظفرة اللي يرت الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطيرة الظفرة على الصدارة بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني رهني مزون سعيد بن محمد بن ذويب العامري ومع المركز الثالث التقدم لشيمة لمحمد بن سعيد بن مبارك الزرعي وصلت مع المركز الرابع ظنون لمنصور بن محمد بن سهيل الحميري اللحظات الأخيرة والظفرة تسيطر على مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات عصاها في بطانها ما شاء الله بهذا الأداء المتميز الظفرة وسلاماتنا لأهالي الظفرة سلاماتنا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري والقادمة شيمة محمد بن سعيد بن مبارك ولكن انطلقت الظفرة رقصت في اللحظات الأخيرة سلام الظفرة سلام تهاني لمحمد بن زايد بخلوان المنصوري على فوز الظفرة بالمركز الأول المركز الثاني تاتي شيمة محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي المركز الثالث المركز الثالث بشعار الحميري مع المركز الثالث ومع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام مزون لسعيد بن محمد بذويب العامري هذه النتيجة للمراكز المتقدمة نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الظفرة إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 46 ثانية 5 أجزاء من الثانية تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري سلام الظفرة سلام مع الأداء المثير اللي قدمته الظفرة بهذا الصباح وبهذا الاندفاع المتميز وسلاماتنا لأهالي الظفرة اللي وصلت مع المركز الثاني 7 دقائق 50 ثانية 5 أجزاء من الثانية اللي هي شيمة لمحمد بن سعيد بن مبارك الزرعي بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول وانطلاقات ظنون تأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 51 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لمنصور بن محمد بن سهيل الحميري تهانينا للجميع والناموس